معي من دبي دكتور مسعف عبد الرازق استشاري أطفال. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور مسعف. قبل أن نتحدث عما فيما لو لم يتم تطعيم بلقاحات معينة، ما أهم لقاح يجب أخذه الأطفال نتحدث؟ مساء الخير الجميع، والحقيقة اللقاحات ما طلعت غير لحماية أطفالنا من الأمراض الخطيرة. كل اللقاحات اللي حاليا متوفرة هي ضرورية وأساسية، بدءا من لقاح شلل الأطفال اللي الحمد لله ما عدنا نشوف مريض لشلل الأطفال بالوضع الحالي. مقارنة بالسوابق، أنا فاكر بالسبعينات والثمانينات كان دائما يجينا حالات من شلل الأطفال وتؤدي إلى آثار جانبية وخيمة. الحقيقة انتقالا إلى تطعيمات الكزاز وسعال الديكي، وانتقالا إلى الحصبة والحصبة الألمانية والنكاب والجدري. الجدري أول اللي كانوا يسمونه سمول بوكس اللي يحفر الويك، هذا كله من الأمراض اللي اندثرت نتيجة اللي صنعت لحماية أطفالنا من هذه الأمراض.